مساء الخير على كل مشاهدي ام بي سي مصر، وحلقه جديده ومختلفه جدا من الجمعه في مصر 29/12. الحلقه دي الحقيقه مختلفه جدا لانها تكون اخر حلقات البرنامج في 2017، بنودع فيها سنه وباذن الله بنستقبل بيها سنه جديده 2018. الا انه الحقيقه النهارده فوجئنا بعمل ارهابي خسيس، وكعاده المجرمين واللي بيمولوهم بيحاولوا يستغلوا اي لحظات فرح او عيد بيمر بها الشعب المصري في انهم يقوموا باي عمل اجرامي لنشر الحزن بين المصريين. ومع كده الحقيقه الشعب كله مقدر حاله الحرب اللي احنا بنعيشها في مصر واللي ما بتخفاش على حد لا بره ولا جوه. وقت الحرب والازمات الدنيا ما بتقفش، وده يمكن شفناه ايام النكسه وحرب اكتوبر، الدنيا ما وقفتش، كانت المسارح بتشتغل والسينمات شغاله بشكل طبيعي جدا. النهارده قوات الشرطه قدرت انها تتصدى لمحاوله ارهابيه فاشله، كانوا عايزين يفجروا كنيسه ماري مينا في حلوان بعد ما نزل ارهابي من دراجه ناريه في اتجاه الكنيسه واطلق النار بشكل عشوائي عشان يخترق السياج الامني ويقوم بتفجير قنبله داخل الكنيسة، طبعا لإحداث أكبر عدد من الخسائر البشرية. إلا أنه الحمد لله بفضل ربنا أولا ويقظة أفراد الشرطة اللي كانت بتأمن الكنيسة، قاموا الحقيقة يعني بمبادلة الإرهابيين بإطلاق النيران، وده اللي أدى لإصابة الإرهابي والقبض عليه قبل ما يرمي القنبلة اللي معاه داخل الكنيسة. وزي ما قلت لحضراتكم في البداية أن وقت الحروب الدنيا مش بتقف، وده عشان العدو ما يحققش الهدف بتاعه في أنه يخلينا نحزن ويوقف الدنيا ويعيشنا في حداد طول الوقت. طبعا كل التعازي لأسر الشهداء ربنا يتغمدهم برحمته، وكل تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم. وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا، هذه المحاولات الإرهابية البائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة، بل بالعكس هي بتزيدنا إصرار على مواصلة مسير تطهير البلاد من الإرهاب والتطرف. الحياة بتسير مش بتتوقف بسبب إرهاب هؤلاء ومموليهم اللي مش عايزين الخير لمصر، لكن مصر قادرة بجيشها والحمد لله وشرطتها وشعبها على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه. في الحقيقة احنا في آخر حلقات الجمعة في مصر 2017 بنودع سنة مرت وبنستقبل سنة جديدة 2018. يا رب بإذن الله بإذن الله إن شاء الله تكون سنة سعيدة ويعم فيها الخير على حضراتكم وعلى مصرنا الحبيبة. وطبعا كل التهاني بالعام الجديد وكل التهاني للإخوة الأقباط بأعياد الميلاد، ولأن زي ما قلنا إننا عمرنا ما هنساعد الإرهابيين في تحقيق هدفهم وإنهم يخلونا طول الوقت نحزن، النهاردة حلقة خاصة ومختلفة من الجمعة في مصر هنحتفل فيها بالعام الجديد والكريسمس، وده هيكون مع خبيرة الأبراج الدكتورة هالة عمر زي ما عملنا السنة اللي فاتت مع حضراتكم وكعادتنا يعني. وفقرتنا التانية هتكون مع النجم والمطرب الجميل هيثم شاكر، يعني الحقيقة هتكون حلقة مختلفة، ومصرين إن إحنا الحقيقة وأنا وكل زمايلي في الجمعة في مصر كنا مصممين إن إحنا زي ما كنا مخططين للحلقة إن إحنا نحتفل مع حضراتكم، برضو هنحتفل مع حضراتكم ومش هنخلي حياتنا تقف. طبعا حزننا في القلب ده شيء مفيش حاجة بتمحيها، لكن إحنا في النهاية بنعيش أيام سعيدة. هم بيحاولوا دايما في كل فرحة وفي كل عيد إنهم يحبطونا وإنهم يأسونا وإنهم يعملوا أي عمل يبوظوا بيه هذه الاحتفالية، لكن إحنا بإذن الله هنحتفل وهنستقبل عام كله خير، ومع بعض هنواجه الحرب اللي إحنا فيها، حرب الإرهاب، وكل محاولة زي محاولة النهاردة بإذن الله بجيشنا وشرطتنا وشعبنا نقدر إنها نخليها محاولة فاشلة زي ما قلنا لحضراتكم على محاولة النهارده.